يحتل تمويل المناخ أهمية على جدول الأعمال العالمي، يأتي ذلك مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف 29 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 في العاصمة الأزرية باكو. مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف 29 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 في العاصمة الأدرية باكو، يحتل تمويل المناخ أهمية على جدول الأعمال العالمي. هناك جهود دولية مكثفة تبذل من أجل بحث سبل مساهمة تدفقات التمويل الأخضر للبلدان النامية في تعظيم معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. فتحقيق اختراق في مسألة تمويل المناخ في الدول النامية بات ضرورة ملحة على خلفية الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة والناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة خاصة في البلدان النامية. فجهود إزالة الكربون وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية أمر بالغ الأهمية لنجاح العمل المناخي العالمي، نظراً لأن هذه البلدان ستقود الاستهلاك المتزايد للطاقة في العقود القادمة. تشير التقديرات إلى أن البلدان النامية تحتاج إلى استثمار ما يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 في العمل المناخي، منها حوالي 1 تريليون دولار أو حوالي 40% سنوياً يجب الحصول عليها من التدفقات الخارجية. ومع ذلك فالتدفقات الفعلية لتمويل أنشطة المناخ في البلدان النامية تشكل جزءاً صغيراً من هذا المبلغ، حيث يتدفق 15% فقط من التمويل السنوي العالمي المقدر ب 1.27 تريليون دولار إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أو داخلها. ومن هذا المنطلق فأن هناك ضرورة للتعاون بين البلدان المتقدمة والنامية، حيث يتطلب العمل المناخي استثمارات كبيرة، وفي حالة البلدان النامية فمن المتوقع أن يتم الحصول على معظمها من الداخل. ومع ذلك فإن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات ستحتاج البلدان النامية للحصول عليه من الدول المتقدمة، ومن خلال هذا التعاون يمكن توفير التمويل المناخي الذي يمنع أسوأ التداعيات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.